وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. يقول: ما حكم امرأة أبت أن تمتثل أمر زوجها لما أمرها أن لا تتعامل بجهاز الأنترنت وتقول له لا أتعامل بهذا الجهاز إذا لم تتعامل به أيضا، أي الزوج في نفس الوقت يتعامل واستخدم الجهاز كذلك؟ إذا علم أن المرأة ضعيفة وتقع في مخالفات بهذا الجهاز فله أن يمنعها، ويجب عليها أن تطيعه ما دام أنه أمرها في طاعة الله. فإن كان فيه ضرر عليها وتحتاج إلى التواصل مع أهلها به فليشترط عليها أن يكون تعاملها به في وقت حضوره حتى تندفع المفسدة. وكذلك ينبغي هو أن يفعل مع نفسه، إذا رأى من نفسه ضعفا ورأى دخول الفتنة عليه بمثل هذا فينبغي عليه كذلك إعانة لنفسه على الخير أن لا يدخل إلا وعنده أحد. ولهذا ننصح الإخوة الذين يقومون على المراكز أو المحلات التي فيها مقاهي، ما يسمى بمقهى الإنترنت ونحوه، أو حتى الأماكن الخاصة والعامة التي يجتمع فيها الناس لمثل هذا، أن يجعلوا شاشات هذه ما يسمى بالإنترنت مكشوفا حتى لا يكون فيه إعانة لهؤلاء على الفساد، ولا يكون فيه حتى فتنة للفساد، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. فما يفعل في بعض المحلات من تهيئة أسباب الخلوة هذا لا يعين على الخير بل يعين على الشر. وكنت أعرف أن وزارة الإعلام والجهات المختصة في هذا الباب كانت لا تأذن بمثل هذه الخلوات، بل تشترط أن تكون أماكن وأجهزة هذه المحلات مكشوفة حتى لا تستخدم في الشر، وهذا الذي ينبغي أن يبقى ويحرص عليه. وتعرفون مع مضي الزمان يحصل التساهل ويكثر الشر، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وجميع المسلمين. وإلى هنا والله تعالى أعلم.